الرحمن الرحيم. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث هو إذ وإن ولو وإن يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب وبنئة وعرب ما كإذ قد أجري واختر بنا متلو فعل بني وقبل فعل معرب أو مبتدا عرب ومن بنا فلن يفند. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألزموا إذا ألزموا إضافة إلى الجمل حيث هو إذ وأطلق الجملة عرفنا أنها تضاف إلى الجمل الإسمية والفعلية. تقول اجلس حيث جلس زيد حيث ظرف مبني على الضم في موضع نصب جلس زيد فعل جلس في الماضي وزيد فاعل والجملة محلها جر. اجلس حيث زيد جالس حيث زيد جالس حيث ظرف كالأولى وزيد جالس مثل خبر والجملة موضعها جر بإضافة حيث. وربما أضيفت حيث إلى مفرد سمع حيث لي العمائم أما ترى حيث سهيل طالع تسمع في قرارات الدولة وفي قرارات المديري الأشياء يقول حيث إن كذا. إذا قلنا إن حيث لا يضاف إلا إلى جمل تقول حيث إن لأن إلا ومدخولها من قبيل الجمل. وإذا أجزت إضافتها للمفرد تقول حيث أن لأن أن وأن ومدخولهما من قبيل المفردات. واضح ويلزموا إضافة الجمل حيث وإذ كذلك. قال تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا جملة فعلية واذكروا إذ أنتم قليلا جملة اسمية. القرآن الكريم نقول ويلزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينول يحتمل إفراد إذا نول أفردا. الإفراد في هذا الباب والتنكير في هذا الباب يدل على عدم الإضافة. إذا نولت إذا إذ يحتمل عدم إضافتها تقول تعالى وأنتم حينئذ ومن خزي يومئذ راضي وإن ينون ينون إذ يحتمل إفراده انتهى الكلام. تقول يومئذ فالتنوين نائب على الجملة التي حق إذ أن تضاف إليها. وما كإذ معنى كإذ وما كإذ معنى كإذ ما كإذ مبتدا وخبره كإذ. ما كإذ في كونه ظرفا لزمن ماض مبهم وهو كإذ يضاف جوازا لا وجوبا ظرف المبهم نحو جاء زيد يوم قدم الحجاج جاء زيد يوم الحجاج أمير. الظرف الظرف الدال على زمن ماضي مبهم مثل إذ يجوز إضافته ويجوز عدم إضافته كيوم وحين وزمن وساعة جئت ساعة قديمة زيد هذا يعني ساعة ظرف زمن ماضي مبهم فهو مثل يجوز إضافته ويجوز عدم إضافته. تستطيع أن تقول جئت يوما الحجاج أمير لن تضيفها وجئت يوم الحجاج أمير خلاص. أنا قوله وما كإذ معنى ما كإذ ما وجه الشبه في كونه ظرفا لزمن ماضي مبهم. فإن كان ظرفا لزمن معين لا يضاف إلا إلى المفرد كيوم الخميس ويوم الجمعة. واضح؟ لما أرشدك قال وابنئ واعرب ما كإذ قد أجري. ما كإذ في كونه ظرفا لزمن ماضي مبهم إن شئت عربته وإن شئت بنيته على الفتح. تقول جئت أعجبني يوم قديم زيد عرفته يوم فاعل وعجبني يوم قديم زيد يوم بنيته يوم فاعل مبني على الفتح في محل رفع لأنه مشبه بوين مبني. كما قلت وابرئ واعرف ما كإذ قد أجري. ثم وجهك قال واختر بنا متلو فعل بني وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب إذا